اهلا بحضراتكم من جديد، وبنكمل مع حضراتكم زي ما اتفقنا مساله الحديث عن الجامعات المصريه وعن المستقبل والفكره الرئيسيه الخاصه بمستقبل التعليم الجامعي في مصر وكمان مستقبل سوق العمل، وازاي الطالب اللي مخلص ثانويه عامه يقدر انه يختار تخصص مختلف او مجال جديد يناسب سوق العمل وفي نفس الوقت بيضمن ميزه تنافسيه تساعده في انه بعد كده يلاقي فرصه عمل جيده يقدر انه يبدا مستقبله بيها، خصوصا واحنا بنتكلم عن جامعات مصريه اهليه، جامعات بقت مختلفه بشكل كبير، بتقدم تخصصات وبرامج تعليميه جديده ومختلفه، وكمان يعني عندها نوع من التوأمه مع الجامعات الدوليه. خلونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتوره ريم بهجت، رئيس جامعه مصر للمعلوماتيه. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جدا على الدعوه الكريمه ومتشكره خالص. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مدى اهميه وجود جامعه في مصر بتهتم بالنوع ده من التخصص واحنا بنتكلم عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ تمام، هي دي جامعه تخصصيه، جامعه اهليه انشاتها الدوله، وهي جامعه تخصصيه اسستها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزاره التعليم العالي. جامعة تخصصية في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات اللي اتأثرت بيها بشدة يعني. ومن هنا عندنا تخصصات، هي عندنا كلية هندسة بس مش الهندسة التقليدية اللي فيها جميع تخصصات هندسة، لا، فيها التخصصات اللي هي متأثرة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فمثلا عندنا الاتصالات واللي هي كوميونيكيشن وإلكترونيات، عندنا هندسه الحاسب طبعا بالطبع، ميكاترونكس وروبوتكس، هندسه صناعيه باعتبار الثوره الصناعيه الرابعه والخامسه كلها معتمده على بشكل كبير على الاتصالات والتطور اللي بيحصل والذكاء الاصطناعي الى اخره. ثم عندنا كليه طبعا علوم حاسب ومعلومات بجميع التخصصات بقى اللي احنا عارفين ان هي دي تخصصات الحاضر والمستقبل. انا بحب استعمل حاضر، اللي هو الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وبرضه تطوير الالعاب الالكترونيه. ده كل ده تخصص ولا تخصصات؟ يعني انا ببقى خريج كليه علوم الحاسب تخصص امن سيبراني؟ بالظبط كده، دي بتبقى مسارات وتخصصات بيختار الطالب التخصص اللي هو يحبه. رغم ان في يعني الكليات المقارنه، لو في كليه هندسه انت بتبقى متخصص، بتبقى واخد بس انت كمبيوتر ساينس، علوم الحاسب من كليه الهندسه درس ده جوه انكلود مش جوه ده. لا، هو بيبقى في الكليه نفسها، انما بيختار هو المسار اللي هو عايزه. عاده بتبقى من السنه الثالثه او الفصل الثاني من السنه الثالثه بيبدا بيتخصص في التخصص المسار اللي هو يحب ان هو يتخصص فيه. فممكن الذكاء الاصطناعي، ممكن هنا بياخد سنتين، ثالثه ورابعه. هياخد خمس سنين بتوع هندسه ولا اربعه؟ هندسه حاليا خمس سنين. عندكم برضه هندسه الحاسب عندنا خمس سنين برضه، بينما في علوم الحاسب بيبدا ياخد البرانشز او التخصصات المختلفه، الفروع اللي هو عايزها. بس احنا مش بس كده، ما هو في مجالات متاثره جدا بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. على سبيل المثال احنا عندنا كليه اسمها كليه تكنولوجيا الاعمال. فهنا بنتكلم على اداره الاعمال مع التخصصات اللي متاثره جدا بالتكنولوجيا المعلومات والعلوم الحاسب والتاثر، يعني مثلا بزنس تكنولوجي مانجمنت اللي هي اداره تكنولوجيا الاعمال، دي مهمه. تحليل الاعمال وهو معتمد تماما على تعلم الاله والتحليلات اللي بتتعمل من خلال اللي هي التخصصات الذكاء الاصطناعي والتطور فيها. حضراتكم عارفين دلوقتي اللي هو بنسموها تكنولوجيا الماليه او الفينتك، الاسم المتعرف عليه الانجليزي، اللي هو هي تمويل، وهو بياخد تخصص تمويل كبكالوريوس، انما بياخد مقررات كتيره جدا بقى في المجال اللي هو الفينتك واللي هو استخدام تكنولوجيا المعلومات في الاداره التمويليه. طيب دكتور، خلينا نروح للطالب اللي لسه مخلص ثانويه عامه، مطلوب منه قدرات ايه او مؤهلات ايه علشان يقدر يجي يقدم في جامعه مصر للمعلوماتيه؟ هو في جانبين، جانب اللي هو دراسته هيكون ايه، علمي ادبي، العلمي علمي رياضه، علمي علوم. في كليات بتاخد علمي رياضه بس تحديدا زي هندسه، كليات علوم الحاسب بتاخد الاثنين، انما طبعا علمي رياضه بيبقى متفوق في رياضه، علمي علوم لازم نقويه في الرياضه اكتر. انما لو خدنا كليه زي تكنولوجيا الاعمال او حتى الفنون الرقميه والتصميم، دي بتاخد من جميع من ثانوية عامة والشهادات الأجنبية. على فكرة طبعا بناخد شهادات أجنبية بس بتاخد من جميعه يعني. بس لاحظي حضرتك، لأن احنا جامعة تخصصية في التكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللي متأثرة بيها،
وبالتالي في جزء من التدريس وفي مقررات لازم يبقى بيعرف برمجة، لازم يبقى بيعرف رياضة كويس، فاحنا بنقويه في ده. لو كان هو داخل في المجالات اللي هي زي تكنولوجيا الأعمال أو الفنون الرقمية برضو لازم هياخد جزء برمجة، ده ملهاش حل، هياخد برضو جزء رياضيات. دي برامج محتاج بجانب الدراسة يعني، ما هياش جزء من الدراسة، برامج تأهيلية جزء من البرنامج. دي برامج دراسية اللي احنا عملناه الحقيقة، ده كان يعني كان طلب من الدولة ان الجامعة لازم تعمل اتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة، وبالفعل حرصنا على هذا. ومن هنا المناهج بتاعتنا هي مناهج متوائمة مع جامعات دولية مرموقة. فمثلا هندسة عملنا بالفعل اتفاقية مع بردو وسلافيات، دي رقم 4 في الهندسة على مستوى العالم، تصنيف اسمه US News في 22، فدي واخدة رقم 4. فاحنا مناهجنا عملناها متوافقة معاهم بالظبط كده تقريبا، مش مطابقة، مطابقة لكل شروط. طب مناهجنا شهادتنا بقى، عشان الأهل هيسألوا على كده، هل أنا بقى بعد ما أخلص محتاج أعمل مش عارف معادلة وأروح السفارة، ولا هي أروح أكمل ماجستير على طول؟ لا يقدر يكمل طبعا، بس هو الشهادة هو بيقدر ياخد شهادة مزدوجة أو ياخد شهادتنا بس، ده بيبقى اختيار. هياخد شهادتنا بس لو هو كمل المسار بس لشهادتنا، إنما لو كان كمان حقق شروط وقواعد الجامعة الأجنبية يقدر إن هو ياخد الشهادة المزدوجة. فبيبقى فيه لازم يكون جايب تقديرات معينة بشكل معين، يعني في مستوى يعني معين. يعني شهادة لازم مزدوجة معلش ممكن؟ شهادة مزدوجة يعني ياخد الشهادتين، شهادة من الجامعتين، من عندنا ومن الجامعة الأجنبية. الجامعة الأجنبية بتشترط كمان إن طالب بس بدل ما يسافر كل السنين عندهم عشان ياخد شهادتهم، لأنه هيبقوا زيه وزي اللي درس بالكامل عندهم، هو بيحتاج إن هو يسافر سنة، وعادة هي السنة الأخيرة. يعني ترتيبنا مع بردو وسلافيات هي السنة الأخيرة، يقدر الطالب اللي هو يسافر آخر سنة ويدرس عندهم. لازم طبعا يكون جايب مستوى الانجليزي، يعني الدراسه بالانجليزي طبعا. عندنا المستوى الانجليزي المطلوب لاستكمال الدراسه. احنا مش بس بنتوافق في المناهج، انما احنا كمان بنتوافق في المعامل، فبنشوف ايه المعامل اللي عندهم بايه الاجهزه اللي عندهم بالظبط، وهي دي اللي احنا بنحققها عندنا. يعني طيب دكتور، هو طالب بيتخصص من اول سنه؟ يعني هو بيختار يدرس ايه من اول سنه؟ كل كلية وليها السيستم بتاعها. فمثلا علوم حاسب لسه كنا متكلمين عليها، بيبدأ التخصص في السنة الثالثة والرابعة. إنما تكنولوجيا الأعمال وفنون رقمية بيبدأ من السنة الثانية، هندسة السنة الثانية الفصل الدراسي الثاني، وهكذا. يعني كل كلية حسب البرنامج بتاعها. برضو علوم حاسب احنا مثلا متفقين بنفس الفكر بتاع بردو وسلافيات، اتفقنا فعلا مع مينيسوتا، ومينيسوتا واخده رقم 29 في علوم الحاسب. التكنولوجيا الاعمال دلوقتي على وشك ان احنا نمضي اتفاقيه برضو مع جامعه مرموقه، والحقيقه اللي احنا بناخده اللي هي جامعه مرموقه، ونوفق برامجنا معاهم، او الحقيقه بنبني برامجهم من الاول بالمناهج بكل تفاصيل المنهج بالمعامل زي الجامعه الام. وده اللي بيخلينا نحاول دايما ان احنا نبقى على المستوى اللي يليق بطالب يتخرج من عندنا. طب ده كلام جميل جدا بالنسبه لطلبه الثانويه العامه. انا بقى كدوله مصريه اقدر استفيد ازاي من وجود جامعه معلوماتيه على ارض؟ ايه هي الخدمات اللي هتقدمها لي جامعه متخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات اقدر استفيد فيها في توطين الصناعه، اقدر اطور بيها الابحاث، اقدر اوفر فرص اكبر من خلال تطبيقات تكنولوجيه؟ اشياء كتيره طبعا حضرتك اقدر اضرب بيها. ده حقيقي. خليني أشرح لحضرتك أن الجامعة موجودة في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وده كان اختيار جيد جدا من الدولة، لأنها موجودة في وسط إحنا بنقول عليه الإيكو سيستم أو المناخ المحيط. فهي مش مجرد جامعة كده منفصلة، هي جامعة ومحاطة بالصناعة اللي مطلوبة في هذا المجال. فالجامعة حواليها مراكز بحثية تطبيقية في المجالات المتنوعة اللي احنا تهمنا في هذا المجال، جنبها مراكز تدريبية تخصصية، جنبها اللي هي حاضنة للشركات الناشئة اللي عاملها وزارة الاتصالات، وهيبقى في تخصصات التركيز على الإلكترونيات في المنطقة عندنا. هيتعمل قريب اللي هو المباني وحتى الأبراج اللي هي تستضيف الشركات العالمية والشركات المحلية في المجالات دي. احنا بنتكلم على بيئة خصبة جدا للطالب وللدكتور، لأنه يبقى على طول في الجزء العملي متوفر باستمرار، مش مجرد جزء عملي في المعامل عندنا، إنما جزء تطبيقي، مشاريع حقيقية يشتغلوا عليها الطلبة،
الدكتور عندنا هيبتدي لأن التواصل مع الشركات أو قطاع الصناعة مش بس في مدينة المعرفة، حتى بره مدينة المعرفة، ده معناته أن مشاكل حقيقية بتواجهها هذه الشركات بيحتاجوا العلماء والخبراء والباحثين هم اللي يشتغلوا عليها ويحلوا لهم هذه المشاكل. ده هيقدموا دكاترتنا وأعضاء هيئة التدريس عندنا والمعيدين اللي هي الهيئة البحثية يعني، فده هيتوفر للمجتمع وده هيتوفر وده مفيد جدا. لانه الكثير في شركات عندها بتبقى مراكز بحثيه بس دي شركات قليله في مصر، انما كثير من الشركات تبقى شركات تطبيقيه وبتحتاج اللي هي المشاكل اللي بتقابلها تبقى باحثين هم اللي يشتغلوا عليها ويحلوها. ده على جانب. الجانب الثاني بقى على مستوى المجتمع، حضرتك بتتكلم على انك هتطلع خريج في مجالات مطلوبه، سهل عليه ان هو مش بس يشتغل في الشركات ويشتغل في قطاع الصناعه العادي، انما كمان عاده التخصصات دي بتبقى تخصصات يسهل لو احنا اسسنا الطالب كويس في جانب رياده الاعمال واللي مطلوب فيها ان هو ينشئ شركته الخاصه هو او مجموعه من الطلبه. وبالفعل احنا بنأيد ده جدا. عندنا تخصص بكالوريوس في تكنولوجيا الاعمال اللي هو لرياده الاعمال والابتكار، انما كمان جميع الكليات الاخرى بتاخد مقررات لرياده الاعمال وللابتكار في خلال عده سنوات. ده بالإضافة لي بقى اللي هو بيسموهم extra curriculum activities اللي هي الأنشطة اللي خارج المنهج اللي هي برضو تدعم جزء ريادة الأعمال عند الطلبة، فدي برضو متوفرة من مميزات المدينة. طيب مسألة الدكتور إنه الطلبة تختار من البداية إن هي عايز تدرس إيه جوه الجامعة، هل بيكون في نوع من الشرح للطلبة أو أولياء الأمور للمجالات المختلفة لأنها مجالات جديدة بالنسبة لكل الطلبة اللي داخلة لسه مجالات يعني مش فاهمينها قوي؟ بنتكلم ان هم يعني قروا وسمعوا فاتجهوا لهذا النوع من الجامعات، لكن هيحتاجوا نوع اكتر من الشرح علشان اقدر اختار يعني نوع الدراسه، ذكاء اصطناعي، يعني برمجه، بيكون في نوع من المساعده من قبل الجامعه في ده؟ بنعمل باستمرار دوري بشكل دوري اللي هو اليوم المفتوح، وده بندعو فيه أولياء الأمور والطلبة أن هم يزورونا، بنعلن عنها بطرق مختلفة، بنرتب حتى أوتوبيسات وانتقالات للي يحب أن هو يجي من مناطق مختلفة في القاهرة والجيزة. حتى حديثا كان في ناس من اسكندرية حابة تيجي، فبرضه بيبقى في أوتوبيس مستنيهم على المحطة وبيشرفونا، وبنشرح كل الكلام ده. بيبقى في لقاء عام الأول بنتكلم على الجامعة، ثم الكليات المختلفة بتبتدي لقاء مع أعضاء التدريس والعميد أو العميدة. أعضاء التدريس يا دكتور ده جزء مهم جدا من المنظومة التعليمية، وإحنا برضو بنتكلم في مجالات جديدة مستحدثة ما كانتش موجودة عندنا، إزاي بيتم تأهيلهم؟ هو في جوانب كتيرة حضرتك، احنا بنختار عضو هيئة التدريس، الجامعات الأهلية وبرضو الجامعات الخاصة، ده بيبقى بعقود، وبالتالي بنقدر نختار. بنختار من داخل مصر طبعا، عندنا أعضاء التدريس جيدين، إنما كمان بنختار من خارج مصر، التواصل مع علمائنا اللي في الخارج، التواصل مع المبعوثين اللي في الخارج، مع المصريين اللي بيدرسوا في الخارج، ده مهم جدا وبنسعى إليه، وبنسعى إليه حتى من مصريين إحنا نبقى عارفينهم أساتذة في الجامعات، وممكن يبقى كان عندهم طلب الدكتوراه درسوا معاهم، وبنبدأ التواصل في المجالات المختلفة ونشوف مين مستعد، سواء ان هو بيجي لمده طويله يبقى قرر ان هو يرجع مصر، او بيبقى لفترات محدوده ممكن ليها. ابرز الاسماء في دول مين؟ يعني اللي حققوا فعلا، ما قلت لي لا من ابرز الاسماء المصريه في الخارج. في كتير حضرتك اسماء مصريه في الخارج في هذا المجال، يعني انا بس ما كنتش عايزه اخصص اسماء معينه على اساس انه يبقى مفتوح. هي فكره الاستعانه بعلمائنا في الخارج سواء صغيرين في السن او حتى الكبار. طبعا زائد اللي احنا بنعمله في التعيينات ان احنا بنحاول دايما ان احنا نختار المدرسه العلميه تبقى متنوعه. يعني عندنا ناس متخرجه من اليابان، عندنا ناس متخرجه من امريكا، عندنا ناس متخرجه من المانيا، من انجلترا، ومن مصر طبعا. وليه التنوع ده؟ لأن التنوع ده في الآخر بيفيد الطالب، لأن هو بيجي بمدرسته العلمية دي اللي هو تعلم منها وبهذه الخبرة وبينقلها للطالب في المحاضرات وفي المعامل إلى آخره، فدي تهمنا جدا ان احنا نعملها. بالإضافة ان الاتفاقيات اللي احنا بنعملها دي اتفاقيات برضو هتساعد ان اعضاء دايما في تبادل، هيبقى الأعضاء هيئة التدريس، هيبقى في تبادل علمي وبحثي معاهم،
وده مهم. يمكن جانب اخر اهتمينا بيه رغم ان الجامعه لسه باديه، كانت يعني السنه اللي ماضيه ودلوقتي السنه الجديده هتبقى تاني سنه، اهتمينا بحاجتين. اهتمينا بالبحث العلمي بما اني بنتكلم على اعضاء التدريس، فرغم ان احنا ما عندناش لسه دراسات عليا فتحت ان شاء الله خلال كام سنه، انما احنا بنختار برضو اعضاء التدريس يكونوا نشيطين في البحث العلمي، لان يعني الحقيقه هي مش جامعه تدريسيه، هي البحث العلمي هو اللي بيصب وبيغذي في اسلوب التدريس للطلبه، ودايما بيحدث المعلومه اول باول، فبالتالي احنا بنهتم جدا بالنشر العلمي بتاع اعضاء التدريس وبنبص عليه في الاختيار. الجانب الثاني اللي اهتمينا بيه الحقيقه لان كانت جامعه حتى بتبدا وبرده مستمرين فيه، ان احنا مهتمين يبقى نوعيه الطالب نوعيه مهتمه بالعلم، وبالتالي عملنا مجموعة من المنح لأنها جامعة أهلية فهي بمصروفات، إنما مجموعة من المنح المتدرجة للمتفوقين عشان نشجعهم إن هم يجوا عندنا، بما فيها بقى منحة كاملة كانت مبادرة من السيد رئيس الجمهورية. منحة كاملة لمين؟ مين ينطبق عليه؟ منحة كاملة لأوائل طلاب الثانوية العامة، فأخذنا من الـ200 الأوائل ودعيناهم لزيارة الجامعة وشرحنا لهم عن الجامعة، وبالفعل كان الفكر في الأول حتى نقدم 20 منحة ومن على مستوى الجمهورية كلها، والحقيقة انتهينا بإني قدمنا 29 منحة. فعندنا 29 من أوائل الجمهورية معانا من السنة الماضية يعني، وبنقدمها لو كانوا مغتربين من بره القاهره والجيزه طبعا بيبقى بالمعيشه والاقامه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره ريم بهجت رئيس جامعه مصر للمعلوماتيه، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.